نرفض تماما مقتل المدنيين وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك قرار التهجير القسري والنزوح الإجباري مثل هذه الأخبار الصعبة وعلى رأسهم القصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذي ينتهك القوانين الدولية والأدهى من ذلك وأمام البشرية جمعاء فإننا ندعو إلى وقف مثل هذه الإجراءات فورا ونطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة